سعيد جدا بالتكريم النهارده، وبقول الف مبروك للمهرجان الكاثوليكي للسينما، المهرجان السبعين النهارده. النهارده كلنا يمكن قمنا الصبح على خبر وفاه الفنان الرائع العظيم سمير صبري، ربنا يرحمه يا رب ويدخله فسيح جناته. فقدنا النهارده فنان شامل بمعنى الكلمة الحقيقة، قلما نجد زيه على الساحة الفنية. وكملنا حديثنا مع هاني شاكر وحكلنا عن الأعمال الجديدة اللي بيحضرها. والله في مجموعة حاجات جميلة جدا جدا، يعني في غنوة إن شاء الله هسجلها الأسبوع اللي جاي مع عزيز الشافعي إن شاء الله، وبحضر في أكثر من حاجة تانية. خليها مفاجأة والله. هو طعم المزيكا كمان جديد عليا جدا جدا. بس مش معقول نقابل هاني شاكر من غير ما نعرف منه مصير حسن شاكوش من بعد القرار اللي أصدرته نقابة الموسيقيين بإيقافه نهائيا عن الغناء في مصر، ومن بعدها قدم حسن شاكوش اعتذار للنقيب. أنا عارف وعارف إنه ما ينفعش حد يفضل متعاقب طول عمره، أنا عارف ده والمجلس عارف ده. لا، وإن شاء الله في التوقيت المناسب، وده إن شاء الله يعني بيترتب مع المجلس، يعني لازم يبقى فيه شوية احتياطات كمان للمجلس ياخدها، مش أنا والله. يعني أنا عايز أقول لكم بجد القرار ده مش قراري لوحدي، قرار المجلس كله. بس هل ممكن هاني شاكر يعفو عن حسن شاكوش؟ والله ليه لا، اذا اثبت حسن النيه. ومش بس يعني انا اللي يهمني واللي يهم المجلس مش بس الاعتذار، لا هو الاصرار على انه هذا الخطا لا يتكرر مره ثانيه، ده اللي يهمني انا. طيب وبالنسبه لقضيه الشاب خالد اللي تقدم بيها ضد منظم الحفلات وليد منصور؟ الشاب خالد المحامي بتاعه الاستاذ ياسر قنطوش قدم شكوى في المجلس في النقابه للشؤون القانونيه، وجاري بحثها ان شاء الله اكيد.